في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية وأيضا استهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 297 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 17 مديرية أمن، والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها مخدرات، سرقة، قتل، سلاح، وضبط معهم 174 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة المتنوعة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 47 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 750 قطعة سلاح ناري، أبرزها 2 جرينوف، 92 بندقية، 98 بندقية آلية، 34 مسدساً، 524 فرد محل الصنع، وكميات من الطلقات مختلفة الأعيرة، و150 خزينة، إضافة إلى 1266 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 426,605 حكماً قضائياً بإجمالي 37,493 متهماً، من بينهم 1628 حكم جناية و 158,363 حكم حبس و 205,506 حكم غرامة و 61,108 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضموا 30 متهماً قاموا بارتكاب 31 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 67 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 108 متهم. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1062 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1157 متهماً وبحوزتهم أكثر من 100 كيلوغرام من مخدر الحشيش وقرابة 160.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت ما يزيد على 18 كيلوغرام، إضافة إلى أكثر من 17 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 5,132,267 قرص كيبتاجون و 15,334 قرص مؤثر و 3,472 قرص مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة ب 194 مليون جنيه.